هاد الوصفة جوني عليها طلبات كثيرة في التعليقات، بزاف منكم اللي كيعانيوا من المشكل ديال تساقط الشعر، كذلك من مشكل الفراغات الأمامية ومن مشاكل الصلع. اليوم غادي نشارك معكم الزيت المعجزة، الزيت ديال الثوم والزنجبيل. هاد الزيت كيعمل على إنبات الشعر حتى ولو كان عندكم مشكل ديال الصلع، كينبت الزغبة من لون جديد، كيعمل على كثافة الشعر، تيوقف تساقط الشعر. كذلك هاد الزيت هذا كيعطي واحد الكثافة وكيعطي واحد لابغيونس للزغبة، من أروع الزيوت اللي غادي تستعملوهم. وهاد الزيت هذا زيت غتحضروه غير من المطبخ ديالكم إلا كنتو يعني كتعانيو من هاد المشكل هذا ديال الشعر اللي ما كيطوال، الشعر اللي يعني ديك الخلفة ديالو عكزانة ما كتزيدش طوال، ولا الشعر اللي مهلوك يعني من الصباير ومن البرودويات والزغبة، الزغبة يعني مشوكة، وهاد الوصفة هذه كترطب الزغبة يعني ما كتخليش ديك النشوفية، كذلك تتقوي الشعر وكتخلي ان الشعر يولي زوين بزاف وكيولي قوي ما شاء الله. اللي شافتكم غتسولكم على السر سهل وبسيط، غادي نبارطاجي معكم اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. غير ما تنسونيش غير من الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم واللايكات ديالكم وشي تعليق زويون. ولا كنتو كتعانيو من هاد المشاكل هادو ديال الشعر، نقول لكم مرحبا بكم معايا، غادي ندعو على بركة الله. كيف ما كتشوفوا معايا عندي اول مكون في الوصفة اللي هو الزنجبيل او سكينجبير الطري. من طبيعة الحال غناخد واحد القطعة اللي غادي نبشروها في المبشرة كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، غير قطعة تكون كبيرة شوية، ومن بعد ما غادي نبشرو هاد القطعة هادي في المبشرة غادي ندوزو المكون الثاني. صراحة كنلقى بزاف يعني ديال التعليقات ديالكم، بزاف ديال البنات اللي شعرهم اما تيديروا الصباغه اولا كيديروا شي برودوي للشعر ديالهم ما تيبقاش طوال، اولا كيطيح لهم شعرهم بزاف، كيولي كيطيح بزاف وما كيبقاش الشعر كيطوال يعني تيتضرر بزاف. بهاد الوصفه هذه اللي غنعطيكم اليوم الشعر يعني تيولي قوي، تيطوال من الاسبوع الثاني الثالث، الشعر تيبان لكم كاين واحد التحسن، تيبدا الشعر تيتحسن. هاد الوصفة هادي صراحة غادي ان شاء الله تجربوها وغادي تشوفوا واحد النتيجة اللي زوينة بزاف. تاني مكون عندنا في الوصفة اللي هو التومة، كما كتشوفوا معايا غادي ناخدو جوج فصوص ديال التومة اللي تكون حمراء تكون بلدية هكا باش تعطيكم واحد الفوائد يعني الشعر ديالكم. حتى هي غنديرو نفس الطريقة، غادي نبشروها في المبشرة هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، هنا ممكن تضاعفوا الكمية ديال المكونات يعني لكم الاختيار الا بغيتوا ديروا كمية اكثر ديال الزيت. هنا غادي من بعد ما غادي نوجد هاد المكونات هادو كما غتشوفوا معايا، غادي ناخذ واحد القرعه اولا قنينه تكون ديال الزاج اللي تكون مغسوله مزيان ومعقمه، وغادي نديرو فيها هاد المكونات اللي وجدنا. بالنسبه للثوم وكذلك الزنجبيل راهم يعني فعالين وعندهم واحد المفعول قوي يعني في تحفيز البصيلات ديال الشعر على النمو، تيعطيو القوه للشعر كيعطيو الكثافه و يعني تيمنعوا لينا من تساقط الشعر اللي يعني تصيب بزاف ديال النساء وعنده بزاف ديال العوامل من بينهم الحمل اولا الولاده، كذلك بعض المشاكل اللي تقدر تكون في الهرمونات، والشعر تيبدا يطيح بزاف يعني ما كتلقاي الشعر ديال كله مشى. ولكن هذا الزيت هذا باذن الله غادي تجربوه يعطي واحد النتيجه اللي ان شاء الله تكون مضمونه. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما خدينا هذه المكونات غادي ناخذوا اليزير اولا اكليل الجبل كيف ما كتشوفوا معايا، وغنضيفوه على هذه المكونات، غنديرو جوج معالق كبار ديال اليزير،
من بعد غادي ناخدو الزعتر اللي زوين بزاف البنات للشعر. الزعتر زوين في هذه الوصفه هذه، وهاد المكونات كلهم اللي عطيتكم ديروهم في هذه الوصفه، راهم يعني زوينين بزاف الشعر، القوه ديال الشعر والكثافه ديال الشعر. غناخدو ملعقه كبيره ديال الزعتر وجوج معالق ديال اليزير كيف ما شفتوا معايا. انا عندي خمسه المكونات في هذه الوصفه البنات. هذه الوصفه عندي معتمده بزاف، وصراحه غادي تنفعكم بزاف في الشعر ديالكم، وحتى الشعر ديال البنيات ديالكم الا بغيتوا تهلاو ليهم في الشعر ديالهم ديروا هذه الوصفه هذه، غتغنيكم على اي حاجه كنتو كتستعملوها وكتستعملوها مده طويله وما كتعطي حتى شي نتيجه وحتى شي فائده. من بعد غناخذوا الزريعه ديال البصله كما كتشوفوا معايا اللي هي هذه حبيبات، يعني صغيورين كما كتشوفوا معايا في الفيديو. هذه بذور البصل راها موجوده كتباع عند العطار، فيها فوائد كثيره وكثيره بزاف للشعر. غناخذوا ملعقه كبيره وغنضيفوها على هذه المكونات. صافي، وغناخذوا هنا زيت الزيتون، زيت الزيتون حبيت بغيو تستعملوا زيت الزيتون لهذه الوصفه هذه. خذوا واحد الكميه هكا ديال كاس تقريبا اللي غديروه مع هذه المكونات هذا. غادي نعمروا على هذه المكونات، نغطيوهم يعني بالزيت. صافي، وغنحركوا هذه المكونات مزيان، وغنديروا هذه القنينه يعني في باماغي، نخليوها واحد نص ساعه حتى يعني تسخن مزيان هذا الزيت وطلقوا لينا هذه المكونات، وعاد غنرجع معاكم شوفوا معايا كيفاش غتستعملوه. شحال من مره غتستعملوه في الاسبوع؟ وبالنسبه لو بغيتوا شي وصفه مرحبا في التعليقات يعني اسفل الفيديو، خلوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، خلوا لي الا بغيتوا شي وصفه كتبوا لي اسفل الفيديو في التعليق ان شاء الله نشاركها معكم. صافي، وهنحركوا هاد القنينه مزيان، ونخليوها واحد المده كما قلت لكم نص ساعه هكا تقريبا حتى يطلقوا لنا دوك المكونات مع الزيت، وعاد ممكن ديك الساعه نستعملوا هاد الزيت هذا. من بعد ما وجدات ليا يعني الزيت كما كتشوفوا معايا، خليتها واحد المده ديال هكا نص ساعه تقريبا. دابا غادي نصفيو الزيت ديالنا، ممكن تغطيوه بشي ثوب او لا بشي ورقه ولا شي حاجه، وتخليه في واحد المكان مظلم لواحد المده ديال 4 ايام 5 ايام حتى الاسبوع، من بعد تصفيوه وبداو كتستعملوه. انا هنا صفيته باش نكمل معاكم لا فيديو او الوصفه. تصفيوه مزيان هاد الزيت هادي من داك الزيت، وكتبداو كتستعملوها مباشره يعني من بعد ما كتمر ديك اسبوع او لا، او ممكن تصفيوها كذلك يعني في نفس اليوم غير لا خليتوها يكون احسن، يعني كتزيد تطلق ديك المكونات مزيان، وكتبداو كتنقوا بها الجلده ديال راسكم يعني الفروه ديال الراس، كتبداو كتقوها بهذا الزيت وكدير واحد التدليك اولا واحد المساج للفروه ديال الراس ديالكم، كتخليوها واحد 3 السوايع نص يوم حتى اليوم كامل، وكتغسلوا الشعر ديالكم كديروها جوج مرات في الاسبوع، النتيجه رائعه ومضمونه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وغنتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده ومع فيديو جديد. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، وفي امان الله.